السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه يا بنات؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة يا بنات الفيديو بتاعنا هيبقى عن الروتين اليومي للبشرة، هكلمكم فيها عن أدوات تنظيف البشرة اللي هنستخدمها بشكل يومي، وهكلمكم عن أحسن أنواع غسول أنا جربتها، وكمان هقولكم على كريمات ترطيب للبشرة حلوة قوي وسعرها كويس، وهعمل لكم حلقة تانية إن شاء الله هيبقى فيها أنواع الماسكات والسكرابات اللي أنا جربتها في الفترة الأخيرة ولقيت النتيجة بتاعتها حلوة معايا. خليكم معايا. معانا بنات أول أداة من أدوات تنظيف البشرة وهي المشهورة جدا، أكيد سمعتوا عنها قبل كده، وهي الكلينينج باد. دي يا بنات عبارة عن زي فرشة كده من السيليكون للبشرة، بتحطي عليها الغسول بالكمية المناسبة وبتحطي عليها شوية مية، هتلاقيها بعد كده ابتدت ترغي معاكي، هتغسلي بيها وشك هتلاقيها ناعمة جدا معاكي وبتنضف البشرة جدا. وبيبقى معاها اللي هو الجزء التاني ده اللي هي الطويلة دي، تقريبا بتنضفي بيها منطقة الأنف من الرؤوس السوداء، برضو هتلاقي النتيجة بتاعتها حلوة معاكي قوي، ده غير ان هي سعرها رخيص جدا، تقريبا اشتريتها ب15 جنيه، فدي من الحاجات الحلوة جدا اللي بتنظف البشرة بسهولة وهتلاقي النتيجة بتاعتها حلوة معاكي. دي تاني أداة بنات من أدوات تنظيف البشرة، دي كليرنج باد برضو، بس دي تختلف عن الأولى شوية، فإن دي بتحطي الغسول جواها مش فوقيها، انتي لو قلبتيها تلاقيها بالشكل ده، بتحطي الغسول على المنطقة الخضراء وبتحطي فوقها شوية مية وتبدأي تدلكيها كده، هتلاقيها ابتدت تنزل رغاوي على بشرتك. بس أنا بالنسبة لي بفضل النوع الأول، بحسها بتنضف البشرة أكتر، ودي أنا بحسها إن هي علشان تعملك رغاوي كتير بتحتاجي تحطي فيها كمية غسول كبيرة، فأنا بالنسبة لي بفضل الأولى. دي يا بنات انا اشتريتها بحوالي 25 جنيه. تالت حاجة معانا يا بنات او تالت اداة هو جهاز تنظيف البشرة، ده جهاز طبعا اكيد كلكم شفتوه، هو انتشر جامد في الفترة الاخيرة، سعره برضو مش غالي، هو تقريبا كان ب60 جنيه لما اشتريته من فترة كبيرة، دلوقتي سعره قل. ده يا بنات جهاز بيجي معاه كذا غيار زي ما انتم شايفين كده 4، بس تقريبا يا بنات الـ4 في 3 منهم ملهمش لازمة، ما بيعملوش اي حاجة حسب يعني رأيي انا. اهم جزء فيهم او اهم غيار فيهم اللي هو الفرشة البيضة دي، دي هي احسن حاجة، دي انا بستخدمها في تنظيف البشرة، بتركبيها في الجهاز وبعد كده بتحطي عليها الغسول وكم نقطة مية كده، وبتبدأي بعد كده تغسلي بيه وشك، هتلاقيه بيرغي معاكي كتير قوي وبينضف البشرة جدا، فأنا بالنسبة لي يعني ده الغيار ده هو الوحيد الكويس فيهم، الباقيين تقريبا ملهمش لازمة، يعني أنا بالنسبة لي مش بيعملوا حاجة، فده كان رأيي يا بنات. تاني حاجة يا بنات هنتكلم عنها في الفيديو بتاعنا هي أنواع الغسول للبشرة، ده غسول يا بنات من جارينيه، أنا كنت عملت قبل كده ريفيو عنه بس حبيت أضيفه للفيديو بتاعنا بتاع النهاردة لأن النتيجة بتاعته حلوة قوي. ده غسول يا بنات بيفتح البشرة وبينقيها وبينظفها، وغير كده إن النتيجة بتاعته سريعة قوي بتلاحظيها من أول استخدام، كمان يا بنات الملمس بتاعه كريمي فمش بيخلي البشرة بعد ما تغسليه بيها هتلاقيها جافة أو مقشرة، بالعكس هتلاقيها ناعمة ومترطبة جدا. بتستخدميه مرة أو مرتين حسب نوع بشرتك وبتلاقي النتيجة بتاعته حلوة قوي معاكي، ده غير إن هو سعره رخيص مش غالي، الحجم الصغير ب25 والكبير تقريبا ب35، فجربوه وقوليلي رأيكم. تاني نوع من انواع الغسول يا بنات هنتكلم عنه هو غسول كلين اند كلير، ده غسول رغوي يا بنات،
مخصوص للناس اللي بشرتها جافة او الناس اللي انواع الغسول العادية بتعمل لها جفاف في البشرة، فده هيبقى نعت حلو جدا ليهم. غير كده ان هو هتلاقي الاستخدام بتاعه حلو وسهل، وهتلاقي ان هو كمية صغيرة منه بتعمل رغوة كتير جدا. ده برضه هيبقى نعت النتيجة بتاعته حلوة، بينظف البشرة جدا وكويس جدا للناس اللي عندها رؤوس سودة، هتلاقي النتيجة بتاعتها حلوة قوي معاها. تالت نوع يا بنات من انواع الغسول، ده غسول من جريني بيور اكتيف. ده غسول يا بنات انا بالنسبه لي بشوف ان هو مناسب جدا للبشره الدهنيه او المختلطه، لانه بيزيل الدهون والشوائب، فهتلاقي النتيجه بتاعته حلوه قوي معاكي في انه بينظف البشره وبيزيل الرؤوس السوداء. انا قبل كده كنت عملت عنه فيديو في القناه هتلاقوه. فده برضو يا بنات من انواع الغسول اللي انا بحب استخدمها، هو عبارة عن جل لونه أخضر، فجربوه وقولوا لي رأيكم. تالت حاجة هنتكلم عنها يا بنات النهاردة في الفيديو، كريم المرطب. طبعا لازم 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 تستخدمي كريم مرطب لبشرتك على الأقل مرة واحدة في اليوم قبل ما تنامي. أنا جايبالكو تلات أنواع النهاردة. أول نوع فيهم نيفيا سوفت، أكيد عارفينه. ده النتيجة بتاعته في الترطيب حلوة قوي، ده غير ان انت ممكن تستخدميه لبشرتك او للجسم، هتلاقي النتيجة بتاعته حلوة، وغير ان بشرتك بتمتصه بسهولة جدا. بس في مشكلة، الريحة بتاعته ريحته جامدة شوية، ممكن ناس توجع عينيهم، فعشان كده ابعديه خالص عن منطقة العينين وانت بتحطي منه. غير كمان ان هو سعره مناسب، فانا بلاقي النتيجة بتاعته كويسة قوي. يعني كمان ممكن تستخدميه كبرايمر قبل الميك اب، هتلاقي النتيجة بتاعته حلوة. تاني كريم معانا يا بنات وهو كريم دوف. انا جربته لقيت ان هو تقيل جدا، لان هو النوع ده مركز، ممكن تجيبي النوع التاني. لقيته تقيل جدا على ان تحطيه على بشرة دهنية او حتى مختلطة، وممكن ينفع للبشرة الجافة او ممكن ينفع لبشرة الايدين، بس هو النتيجة بتاعته حلوة قوي في الترطيب. تالت نوع كريم ترطيب يا بنات هكلمكم عنه هو كريم سيتروبانتين. ده كريم ترطيب يا بنات للبشرة الدهنية أو المختلطة أو الجافة، مناسب لجميع أنواع البشرة، غير إن النتيجة بتاعته حلوة جدا جدا، بتلاحظيها من أول مرة في الترطيب. كمان يا بنات احسن حاجة ان هو مش بيسيب اثر دهني خالص، بشرتك بتمتصه بكل سهولة، فهتلاقي النتيجة بتاعته حلوة قوي. وكمان ملهوش ريحة جامدة علشان الناس اللي عينيها بتوجعها. كمان يا بنات هتلاقوا سعره كويس خالص، انا اشتريته ب25، وهتلاقيه متوفر معاكي في اي صيدلية، فجربوه وقولولي رأيكم. ودي كانت حلقتنا النهاردة يا بنات، يا رب تكون عجبتكم، يا رب أكون عرفت أفيدكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وما تنسوش تشيروه، وما تنسوش تشتركوا في قناتي علشان توصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. شكراً.